السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله بخير. اللي حنتكلم على الاداه بتاعه الفلور وكيفيه انشاء داخل برنامج الريفيت. اداه الفلور واحده من الادوات الموجوده في التاب الخاص بالاركتكتشر تحت البانل بتاع بيلت. بلقى عندي كذلك 3 اجزاء من الفلور، عندي فلور اركتكتشر، فلور ستراكشر، في فلور باي فيس. الفلور الاركتكتشر معناتها انا داير اعمل فلور، بيكون تاخد ليا تصنيف محدد داخل البرنامج. الفلور الاستركتشر معناتها داير اعمل فلور انشائية، اللي هي لايك مثلا اسلاب، داير اعمل اسلابه وكده بكل تفاصيله. الفلور باي فيس برضو بكون عندي كتلة انا عملتها باستخدام اداة الماس، وبعد كده حددت فيها فلورز، وانا داير احول الماس فلور دي لي فلور تقدر تعمل لها كلاسيفيكيشن او تصنيف. هنضغط على اداة الفلور اركيتكتشر، اوتوماتيكلي البرنامج هيدخلني في التاب الخاص بالموديفاي كرييت فلور باوندري. تمام، هنا بيقوم يحدد لي باوندري لاين. في الباوندري لاين بلقى السكتشز لاين اللي انا ممكن استخدمها عشان اقدر اعمل كرييت لفلور. فالادوات عندي من اللاين لحد البيك وول، وفي ادوات مكرره اللي هي دي بتكون على طول موجوده معانا. الخيار الثاني انه بكون عندي البروبرتيز، برضو بلقى فيها الخصائص بتاعت الفلور اللي هو بتلقى فيها الفاميلي بتاعتها، التايب اللي هو مستخدم شنو. اذا انا ضغطت على الفاميلي تايب بلقى عندي فلور في كذا تايب او كذا نوع موجودين لفلور تم اعداده داخل البرنامج، انت ممكن تستفيد منهم او تستخدم جنريك وبعد كده تعدل على حاجة الجنريك. زي ما قلنا الجزء تحت ده بكون خاص بحتة الكونسترين. تمام، والتعديل بتاع التايب اللي هو بتملين من الاديت تايب. اول حاجة هنعملها بان انا هضيف فلور ل الموديل فيو الموجود. لما نلقى دايما عندي أداة البيك لاين والبيك وول، ما بعين لأي أداة تانية من الأدوات الموجودة مهما كان شكل الديزاين، لأنه أداة البيك لاين ولا البيك وول، البيك لاين معناته أنت أي لاين هتضغط عليه موجود عندك في الموديل على طول هينزل لي معاه لاين خاص ببداية او لاين خاص بشنو بالفلور. البيك وول كذلك اذا انت ضغطت على الوول برضو اوتوماتيكلي بيقوم ينزل لي اول باوندري لاين او اللاين الخاص بالفلور انشاء الفلور. بس الفريق بين الاثنين انه بيك لاين الوول ذاته بتلقاها مقسمة لثلاثة خطوط، انت بعد ذاك بتختار يا تو لاين انت هتشتغل عليه. طيب ده بيفيدك في شنو؟ في انه انت عايز الفلور حقتك تكون في الجزء الداخلي بالنسبة للحوائط ولا الجزء الخارجي. البيك وول انت برضو بتضغط بس على الوول اوتوماتيكلي بتنزل لي اللي هو اللاين بتاع الفلور. فاذا انا ضغطت على بيك لاين بيجي بحدد يا تو لاينز من اللاينز حقت الوول انا هشتغل عليه. طيب احنا هنختار اللاين الخارجي، يلا مجرد ما اضغط كليك على اللاين هينزل لي اول باوندري لاين خاص بالفلور. يبقى بعد كده انا هقوم اواصل على كل السكتشز الموجوده معي. والمفيد جدا او المميز برضو في استخدام البيك لاين ولا البيك وول، مهما كان شكل الديزاين بتاعي معقد بقدر اعمل كرييت لفلور بصوره سريعه جدا وسلسه. تمام كده انا خلصت كل الباوندري لاين الخاص بالفلور. طيب كده احنا خلصنا من اضافة اللي هي الفلور، هعمل رايت كليك كونسل مرتين عشان اتخلص من الخيار بتاع البيك لاين. هنمشي بعد كده عشان انا اكمل عملية الكرييت بالنسبة للفلور لازم اعمل يا فينيش او كونسل. اذا انا عملت فينيش معناته انا كده اكدت او عملت اكسبت للحاجة اللي انا عملتها. لو عملت كنسل معناته انا عاوزة الغي السكتشز والحاجة اللي انا عملتها قبل شوية. احنا طبعا هنقوم نعمل فينيش. مجرد ما اعمل فينيش الطبيعي جدا انه
المفروض على طول اعمل لي كريات للفلور بتاعتي كاملة. طيب هنا ظهرت عندي مشكلة، والمشكلة دي مهمة جدا نحن نعرف كيف نتخطاها ونعالجها. طيب أول حاجة جاتني رسالة اللي هي autodescribe 20 في error. الرسالة دي بنسميها الوارنينج، والوارنينج دي رسائل بيبعتها ليك الريفت لما تكون في حاجة ما صحيحة انت قمت بيها، او خطوة انت عملتها بصورة غير صحيحة، البرنامج ما قدر يتقبلها. فعندك خيار انك تقرأ الرسالة اللي هو كاتبه لك، بيشرح لك فيها الخطأ اللي انت عملته، وبعد كده بديك خيار يا quiet sketching ولا continuous. اذا انا عملت على quiet sketching معناته انا كده هاطلع من العملية بتاعت الكرييت فلور تماما. اذا انا عاوزة اواصل لكن عاوزة اعالج المشكلة اللي حصلت، فبالتالي هقول له continuous. مجرد ما اعمل continuous كده انا اول حاجة عملت القاء للمسجية، تمام. الحاجة الثانية انه انا لو قريت بيقول لي lines cannot intersect each other the highlight line currently intersect، هيقوم يديني الايرور وفي نفس الوقت بيظهر لي في الفيو الشكل او الحتة اللي فيها الايرور بلون مختلف تماما عن اللون الخاص ب السكتش بتاع الفلور، اللي هو لو لاحظتوا السكتش لاين الخاص بالفلور اللون بتاعه بينك، لكن المنطقة اللي فيها الايرور هو شايل لي ماخذ اللون الاورنج. احنا هنقول له continuous عشان اتخلص من الرسالة. بعد كده حاجة اعالج المشكلة هنا، مفروض ان انا اعمل intersect، هو قال لي boundary line، يبقى معنات اللاين الجزء من اللاين ده ما مسموح به انه يكون داخل حدود بتاعت الفلور. هتخلص منه كيف؟ الواحة هرجع للأدوات بتاعت الموديفاي، تمام؟ اللي هو عندي في الموديفاي أداة التريم، تريم اكستند. تريم اكستند فيها كذا خيار، احنا هنختار تريم اكستند تو كورنر اللي هي هتشتغل على الجزء بتاع الكورنر. هضغط عليها كليك، بعد كده اجي اختار اللاين الاول واللاين الثاني، اوتوماتيكلي كده انا عملت له تريم. طيب قبل ما امشي اعمل فينيش هراجع باقي السكتش بتاعي، اذا كان عندي نفس المشكله بحاول اعالجها لانه تاني حيديني رساله حقت وارنينج. عندنا هنا هقوم اعمل كليك لللاين الاول وكليك لللاين الثاني، وبعد كده حتى اقول له فينيش. مجرد ما اعمل فينيش كده اوتوماتيكلي عمل لي كرييت للفلور زي ما هي ظاهره عندي في الفيو بتاع ليفل 1. اذا انا عاوز اشوفها از 3D هقوم انتقل للفيو الخاص بال 3D، وحلقة عندي اللي هو دي الفلور الموجود عندي في ال 3D. اوتوماتيكلي طبعا بتنزل عندي تحت الحوائط لانه في الكونسترين هي موجوده معاي على ليفل 1، والهايت اوفست حقها قاعدة على شنو؟ زيرو زيرو. طيب بالنسبة للفلور دايما السيكنس هنا ما بيدخل معاي في الهايت، لكن سيكنس حقها بيمشي لي ديبس، يعني الحتة اللي بتكون مكتوبة هنا هايت اوفست زيرو معناتها هي حتكون قاعدة معاي في وش الليفل الموجود فيه الحوائط بتاعتنا. كده بنكون عملنا كرييت ل فلور كاملة داخل البرنامج. وإذا أنا حبيت أعدل على الفلور برجع تاني للفيو، ممكن يكون التعديل من 3D وممكن أعدل من 2D اللي هو ليفل 1 مثلا. إذا أنا عاوز أعمل سيلكت للفلور وأشتغل عليها ممكن أعمل سيلكت أول، تمام، بيظهر عندي في السيلكشنز فوق في الموديفاي أداة الفلتر. أداة الفلتر دي إذا تضغط على كليك بوريك كل الكاتيجوريز اللي انت عملت لها سيلكشن موجود عندك في الفيو. بعد كده انت ممكن تختار الحاجة اللي انت عاوزة من الحياة اللي انت ما عاوز تعمل لها سيلك، او ممكن اقول له تشيك نون وبعد كده ارجع اختار فلور واعمل اوكي. كده انا حددت خياري بس على الفلور. بنلاحظ انه بعد ما اختار الفلور
بيظهر عندي فوق في الشريط الخاص بالموديفاي فلورز، بيظهر عندي في المود حاجة اسمها edit boundary. edit boundary معناته أنا عاوزة أرجع أعدل على الباوندري الخاص بالفلور. وهنا برجعني للمرحلة الأولى اللي أنا عملت منها سكتش، تمام؟ مثلا التعديل اللي أنا عاوز أعمله، حابب أغير مثلا إن أنا أحدد إذا كان ده المدخل بتاعي، عاوز أحرك اللاينز ده مسافة مثلا مترين أو دايرة ضفلية حتى مع الانترانس، يعني يكون عندي ترس أو غيره. فممكن أستخدم اللي هو أداة البيك، وفي الحالة دي هقوم أرجع أختار من البيك لاينز الأوفست. ليه الأوفست؟ لأن أنا عاوز أعمل كرييت للاين تاني على مسافة جديدة، فبالتالي هقوم أختار مثلا 2 حاجة، أضغط أجيف على اللاين ده أوتوماتيكلي حينزل لي لاين جديد، هجيف هنا أوتوماتيكلي حيديني خط. بعد كده أعمل رايت كليك كنسل مرتين، تمام. أعالج بعد كده المشاكل اللي عندي اللي هو عن طريق أداة التريم اكستند، هعمل سلكت لللاين ده واللاين ده من هنا، سلكت لللاين ده واللاين ده، كذلك الخط ده، وبعد كده اعمل كنسل. يبقى الخطين الموجودات ديل ما عندهم اي لازمه، ممكن اعمل لهم ديليت. ارجع اعمل فينيش، مجرد ما اعمل فينيش كده انا عملت التعديل المطلوب. اذا رجعت لل 3D اهو عملنا اوربت، بتلاحظ ان الاضافة اللي احنا عملناها طوالي ظهرت عندي هنا، تمام. اخر حاجة هنضيفها اللي هي اذا انت كنت عايز تضيف ماتيريال بالنسبة للفلور، هنمشي لإديت تايب. من الإديت تايب هعدل على التايب بروبرتيز، ولازم يا جماعة ان انا اختار اولا الاليمنت اللي انا عاوز اعمل له التعديل، بعد كده همشي edit type. من edit type أول خطوة بنعملها بنعمل duplicate، وفي duplicate ممكن أعمل اسم جديد هنقول له new floor، وهعمل اوكي، وهنتقل لل type parameters constraint قصاد ال structure، هنضغط على edit، تمام. بنلاحظ نفسي الجدول بتاع layer موجود عندي، الفانكشنز، الماتيريال، السيكنس. ممكن نعدل السيكنس بتاعة الفلور نخليها 20 for example. بعد كده هأرجع للماتيريال باي كاتيجوري، هضغط كليك في المربع ده، وقلنا المربع ده ما بكون أصلا ظاهر لك، لكن انت بتضغط عليه أول مرة تاني بيظهر اوتوماتيكلي. طيب من هنا احنا عاوزين نختار مثلا انه الفلور بتاعتنا دي عبارة عن كونكريت، فبجي بلقى عندي في كذا خيار للكونكريت. مثلا ممكن نقول كونكريت كاست ان استوديو، هضغط عليه كليك على الماتيريالز دي، وبنلاحظ في الجرافيك ظهر عندي الاشكال بتاعت الماتيريال، وفي الابيرنس برضو بتظهر لك بعدين الحاجات دي، واقول له اوكي، تمام. اعمل اوكي تاني، اوكي، وهرجع للفيو. هي ظاهرة معي باللون الجري لانه في الجرافيك لما نخلي الاظهار بتاع الفيو على جرافيك بيظهر لي باللون الجري او لايت جري، واذا خليتها مثلا على رياليستيك بتظهر بعد كده عندي اللي هو شكل الماتيريالز بتاعت الكونكريت كما ظاهر عندنا في الفيو بتاع السري، تمام. كده احنا عرفنا كيف نستخدم أداة الفلور داخل برنامج الريفت، وإن شاء الله تكون لكم تطبيق سهل وتقدروا تستخدموها بصورة بسيطة وسلسة. وفي النهاية أقول لكم شكرا، مع السلامة.